بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفع بما علمنا إياه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو آخر باب في كتاب الصيام، وهو باب الاعتكاف وقيام رمضان. والاعتكاف في اللغة لزوم الشيء، يقال عكف واعتكف لزم المكان، وشرعا هو لزوم المسجد لعبادة الله جل وعلا. وقوله وقيام رمضان، المقصود به إحياء هذه الليالي وما جاء فيها من فضل على وجه الخصوص، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. وكقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا دخلت العشر أحيا ليلة. وسيأتي بإذن الله تعالى مزيد من الأحاديث التي ذكرها المؤلف تتعلق بهذا الباب. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. نعم، هذا الحديث دليل على فضل قيام رمضان كصلاة التراويح على سبيل المثال، وقيام الناس واجتهادهم في العشر الأواخر من رمضان، وأنه من فعل ذلك فقد جاء بسبب من أسباب مغفرة الذنوب، وأن هذا مشروط بأن يقوم إيمانا واحتسابا. إيمانا أي يقينا بوعد الله جل وعلا وما عنده من الفضل، فهو مصدق بهذا الوعد. واحتسابا أي أنه فعله لأجر الله جل وعلا. إذن احتسابا تتعلق بالفعل، وإيمانا تتعلق بالقلب، وأيضا احتسابا تتعلق بالقلب والفعل، أنه ما فعل هذا إلا ابتغاء وجه الله جل وعلا. وإيمانا أي تصديقا بوعد الله جل وعلا وما جعل عليه أو ما رتب عليه من الفضائل لمن قام رمضان. ومن فوائد هذا الحديث، الحديث دليل على سنية القيام، قيام ليالي رمضان، وكما هو حال الناس اليوم ولله الحمد منه، فالمساجد كلها تصلي صلاة التراويح، وإذا دخلت العشر اجتهدت هذه المساجد أكثر من قبل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بإذن الله تعالى أنه إذا دخلت العشر أحيا ليلة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحيي ليلة كاملة إلا ما كان منه في العشر الأواخر من رمضان، فإنه كان يحيي الليل. وفعل الناس اليوم تراويح وقيام كله داخل في باب واحد، إلا أن القيام هو صلاة في وقت أفضل من التراويح، ولذا رحمك الله، ولذا لا يقال مثلا لمسجد لم يصلي التراويح أنك ابتدعت، لا، هو بابه واحد، التراويح والقيام بابه واحد، ولكن الناس إذا جاءت العشر الأواخر صلوا من آخر الليل إحياء لهذه الليالي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحييها واجتهادا فيها، ولذا وجدت في هذا الزمن مساجد تصل التراويح بالقيام مرة واحدة وإن كانت قليلة، ولكن لا بد أن نعرف أن هذا بابه واحد، لأن لا يقول إنسان مثلا يرى أناس يصلون القيام لا يصلون التراويح أن هؤلاء مبتدعون أو أنهم خالفوا أو إلى غير، أو يصلون التراويح ولا يصلون القيام، هذا كله يدخل في باب صلاة الليل. لكن كلما زاد الإنسان وصلى من آخر الليل فهو أفضل ولا شك. وتقدم معنا في باب صلاة التطوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وكذا عمر رضي الله عنه
فقد أمر أبي أن يصلي بالناس 11 ركعة، وجاء عنه في رواية 21 لكنها ضعيفة، ورواية 11 أصح وهو الأكبر، ولذا هذا هو الأفضل أن يصلى 11 ركعة. وفعل الناس اليوم لو صلوا 21 ركعة 23 ركعة من باب التخفيف على الجماعة، أو ربما من أجل أن يوزعوا المقروء في الأوجه على الركعات كلما كانت أكثر، هذا كله لا بأس به، لكن لا بد أن تعلم أن السنة والأفضل 11 ركعة. فإذا كان الناس إذا صلوا 11 ركعة شق عليهم مشقة بالغة وصار أيسر لهم وأخشع لقلوبهم أن يصلوا 21 ركعة، فلا حرج أن يصلى 11 ركعة، ليس لأجل الركعات أن هذا هو الأفضل، وإنما لأجل مراعاة حال الناس في صلاتهم وحضور قلوبهم بخشوعهم في الصلاة، لأجل هذا المعنى. وإلا الأفضل أن يصلى 11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وربما يستدل من يقول مثلا أنه لا بأس بالصلاة 11 ركعة و 23 ركعة بحديث ابن عمر حينما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فلم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا وإنما أطلقه، وهذا يدخل فيه من صلى أكثر من 11 ركعة. لكن تقدم معنا ووصل أن السنة أن يصلى 11 ركعة وأحيانا 13 ركعة كما جاء في حديث ابن عباس وأيضا حديث عائشة. نعم. قال عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير من رمضان شد مزاره واحيا ليله ضيم الله، متفق عليه. هذا الحديث دليل على فضل العمل الصالح في هذه العشر الأواخر من رمضان، وأنها لها مزية على غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها ويزيد من اجتهاده فيها. وكما قلت لكم قبل قليل أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله إلا العشر الأواخر من رمضان، ولذا قالت وأحيا ليلة، شد مئزرة كناية على عن ماذا؟ عن اعتزال الاستمتاع بالنساء، وكناية عن الاجتهاد في العبادة والانقطاع للعبادة. وسر الاجتهاد في هذه العشر أن هذه العشر هي ختام الشهر المبارك، وأيضا أن فيها ليلة القدر، أن فيها ليلة القدر، أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بها وأن يجعلنا من يقومها إيمانا واحتسابا. الحديث أيضا دليل على مشروعية إيقاظ الأهل لصلاة الليل، وهذه سنة مندثرة كثير من الناس لا يعمل بها، إذا قام من ليله يسن أن يوقظ أهله، ليس فقط في العشر الأواخر رمضان إنما في غيره. عائشة رضي الله عنها تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل فإذا سجد قبضت رجلي نجل أن يسجد، وإذا رفع مددتها، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. هذا في غير رمضان، وكذا في رمضان يحث أهله على العبادة والطاعة. نعم. وعن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. واعتكافه صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان طلبا لليلة القدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما اعتكف اعتكف العشر الأوائل من رمضان، ثم جاء إليه جبريل وقال له إن الذي تطلب أمامك، فخرج على أصحابه وأخبرهم أنه سيعتكف أيضا، فاعتكف العشر الأواسط، ثم أتاه جبريل وأخبره أن الذي يطلب أمامه، ثم اعتكف العشر الأواخر من رمضان، ثم صار اعتكافه صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان. ولما لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم مرة من مرات أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حينما خرج من صلاة الفجر ووجد أخبية لزوجاته في المسجد قال ما هذا؟ قالوا خباء لعائشة وحفصة وزينب. قال البر أراد ما أنا بمعتكف، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتنافسنا، أن لا يكون هذا المجال مجال الاعتكاف مجالا للتنافس بين الضرات،
ليس من أجل التعب. فقال البر أردنا ما لا المعتكف. فلم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر، واعتكف العشر الأوائل من شوال، قضاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يستدل له على أنه يجوز الاعتكاف في غير رمضان، صح، وأنه لا يلزم أن يكون الاعتكاف بصيام، يجوز أن يعتكف الإنسان من غير صيام. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب لليلة القدر اجتهد في العشر الأواخر واعتكف، وإلا فالاعتكاف مشروع في أي وقت، لكنه في شهر رمضان يتأكد، لا سيما في العشر الأواخر من رمضان. والحديث دليل على مشروعية اعتكاف النساء، وأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعتكفنا حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه سنة، سنة عملت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت في آخر حياته وبعد مماته، اعتكفنا. والنساء، نساء السلف والصحابة، كنا يعتكفن. لذا من الجهل بعض الناس يقول أنه النساء لا يعتكفن، النساء بالعكس، اليوم الاعتكاف النساء في مصليات معزولة تماما، والمرأة تأخذ راحتها في قضية التعبد وتختلي بربها. على كل حال، هي سنة وردت من أكثر من حديث، وهي سنة باقية، ولكن لا بد للمرأة أن تستأذن زوجها، لأن الاعتكاف مسنون، وبقية المرأة في أو بقاء المرأة في بيتها في خدمة زوجها وحسن عشرته هذا واجب عليها، والواجب مقدم على المستحب. ولذا لا بد أن تستأذنه ما دام شاهدا، فلا بد أن تستأذنه، ويشترط لا يكون في خروجها فتنة أيضا، وهذا لا بد من التنبه له. نعم. وعن رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا. متفق عليه. هذا الحديث دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يبدا اعتكافه من بعد صلاه الفجر يوم الحادي والعشرين. وهذا قال به الامام احمد وبعض اهل العلم. والقول الثاني ان المعتكف يدخل معتكفه من ليله 21، تغرب عليه الشمس ليلة 21 وهو في المسجد، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنه اعتكاف العشر الأواخر، وإذا بدأ من فجر اليوم 11 لم تكن ليالي 10 وإنما 9، واضح؟ الأمر الثاني أن الاعتكاف من أعظم مقاصده الاجتهاد في ليلة القدر والتعبد لله عز وجل والانقطاع بين يديه. قد تكون ليلة القدر ليلة 21. طيب، ما الجواب عن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل معتكفه صلى الفجر ثم دخل معتكفه؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مكان خاص في المسجد، فكان إذا صلى في المسجد صلى الفجر ذهب إلى مكانه وجلس بعد صلاة الفجر. هذا هو المعنى. هذا يدل على أنه لا بأس للإنسان أن يتخذ مكانا يخصصه معتكفا له، بشرط أن لا يضيق المسجد ويزاحم على أهل المسجد، لأن يعني أصلا المسجد حق للجميع. طيب، نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو متسم ومرجلا، وكان لا يدخل البيت إلى الحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه ولفظ البخاري. هذا الحديث دليل على جواز إخراج المعتكف جزءا من جسده، سواء رأسه أو يده أو غير ذلك، وأن هذا لا يعد خروجا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيت عائشة ملاصق للمسجد،
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه على عائشة وهي في بيتها فترجل أي تسرح شعره. وهذا لا يدل على أنه يجوز الخروج، لا، وإنما هذا إخراج للبعض لا يدل على إخراج الكل. وهذا الحديث أيضا دليل على جواز خروج المعتكف من معتكفه لحاجة، لقولها وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. فيجوز الإنسان إذا كانت له حاجة كإحضار الطعام والاغتسال وأخذ الملابس ونحوها، يجوز له أن يخرج من المعتكف ويذهب إذا لم يكن ثمة أحد يخدمه في هذا. فإذا كان له حاجة في بيته ولا يوجد أحد يخدمه في هذا لا حرج، هذا لا يقطع الاعتكاف، يذهب ويأخذ هذه الحاجة ويرجع، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. تقول وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وقد قسم الفقهاء خروج المعتكف إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول خروج ينافي الاعتكاف، كان يخرج من أجل البيع والشراء أو الانشغال بالدنيا أو للاستمتاع بأهله، هذا كله ينافي الاعتكاف، ولا تباشرون وأنتم معاكفون بالمساجد، فهذا ينقطع به الاعتكاف. لأن ما معنى اعتكافه؟ ما معنى اعتكافه؟ معنى الاعتكاف أنه ينقطع عن الخلق وينشغل بالله جل وعلا، فيذهب يبيع ويشتري، هذا ينافي أصل الاعتكاف. خروج الثاني خروج لما لا بد منه شرعا أو طبعا، خروج لما لا بد منه شرعا أو طبعا. شرعا كان يخرج من أجل أن يحضر الجمعة في المسجد الآخر، هو مثلا اعتكف في مسجد غير جامع والجمعة يستلزم أن يخرج لهذه الجمعة، فهذا خروج لا بد منه شرعا أو طبعا. كان يكون مثلا المسجد دورات المياه فيه خارج ليس لها باب من داخل المسجد، لا بد أن يخرج، هو يحتاج، هذا من طبيعة الإنسان، يحتاج الطعام، هذا لا حرج يخرج له ولا ينقطع به الاعتكاف. خروج لأمر له منه بد، يعني ليس أمرا ضروريا، خروج لأمر له منه بد، كان يخرج لحضور جنازة على سبيل المثال، تشييع أو عيادة مريض أو زيارة قريب أو ما شبه ذلك من الطاعات. فهذا النوع من أهل العلم من قال أنه إذا اشترط يخرج، وإذا لم يشترط فإنه لا يخرج، هذا قول الحنابلة. واستدلوا بحديث ضباعة الزبير في حجها حينما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، قولي اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فقالوا إذا اشترط من أول ما دخل أنه أي جنازة يحضرها أو أنه يزور مريضا في يوم كذا ونحو ذلك، قالوا لا بأس أن يخرج. والقول الثاني قالوا أنه لا يوجد شيء اسمه اشتراط، وأن الاشتراط إنما ورد في الحج ولم يرد في الصيام ولا قياس في باب العبادات، وهذا هو الصواب، أنه لا يوجد شيء اسمه اشتراط، وأن الإنسان إذا دخل معتكفه إن كانت هناك حاجة خرج، وأن لم يكن هناك حاجة فلا يخرج. يعني ليس من المناسب أن يعتكف ثم ينشغل في حضور درس ومثلا تشييع جنازة وذهاب لمريض، لا، أفضل طاعة تتعبد بها في اعتكافك هو لزومك المسجد، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يعتكف هناك مجالس، الصحابة حينما كانوا يعتكفون هناك مجالس ذكر ربما خارج المسجد، لكن لم يخرجوا له، لأن أفضل ما تنشغل به هو التعبد ولزوم المسجد. فهذا إذا أردت السنة. بعض الناس مثلا يقول أنا سأعتمر إن شاء الله في العشر الأواخر، هذا جيد لا حرج، لكنه الأفضل منه أن تعتكف، إلا إذا كان اعتكافك في المسجد الحرام أو المسجد النبوي،
فأنت تجمع بين الحسنين، لكن تجعل عمرتك في هذا الوقت لا، الأفضل أن تعتكف في هذا الوقت. هذه العبادة المخصصة في هذه العشر. فإذا قال الإنسان أنا بين أن أعتمر أو أعتكف، نقول أعتكف واجعل عمرتك في أول الشهر في وسطه. المهم والصواب أنه لا يوجد اشتراط، وأن الإنسان إذا بدت له حاجة يخرج، كان هناك حاجة وليس هناك من يأتي بهذه الحاجة، وليس لا ولا ينقطع هذا الاعتكاف. أما العبادات الأخرى التي ليست من الحاجة وإنما أراد أن يتعبد، كزيارة مريض، كمجلس ذكر ونحو ذلك، فنقول له لزومك المسجد أفضل. هذا هو السنة، هذا هو السنة. إلا أن تكون عيادة المريض تتعلق بحق واجب، كان يمرض الأب أو الأخ أو الزوجة ونحو ذلك، أو يكون هذا الذي يشيع له حق عليك، فأنت لا حرج تخرج لهذا الحق وليس لأجل هذه العبادة فقط، وإنما لهذا الحق الذي عليك. وما يدل على عدم الاشتراط أن الإنسان يخرج لحاجة، أن صفية كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه فتحدثه قليلا ثم تنقلب. قال الراوي فلما أرادت أن تنقلب قام النبي صلى الله عليه وسلم ليقلبها، فخرج معها إلى أن أوصلها البيت ورجع، وفي الطريق وجد رجلان من الأنصار فأسرع فقال إنها صفية. قال سبحان الله يا رسول الله، ما نشك فيك؟ قال أن شيطان يجري من ابن آدم وجه الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم شيئا. نعم. وعن عبد الله عنه قال السنة على المعتكف أن لا يعد مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج بحاجة إلا لما لا بد منه، والاعتكاف على التصوم والاعتكاف إلا بمسجد جامع. رواه مسلم ولا لمس بإجابه إلا الرابحة والطواخير. هذا الحديث اختلف فيه، منهم من أوقفه على عائشة ومنهم من أوقفه على الزهري، ولذا هو مختلف فيه. وهذه المعاني التي جاءت في الحديث تكلمنا عنها قبل قليل في الحديث السابق، وبينا ما هو الأفضل في مثل هذه العبادات. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والواجب وقفه والحاكم والواجب وقفه أيضا. هذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف على ابن عباس. وهذا الحديث يدل على أن الصوم ليس شرطا في الاعتكاف، فأنه يجوز الإنسان أن يعتكف بلا صوم. كان يعتكف مثلا في عشر ذي الحجة، يعتكف في يومين ثلاثة أيام منه، لا حرج ولا يلزم أن يكون هذا معه الصوم، لا يلزم، خلافا لمن اشترط ذلك وهو مذهب المالكية. والصواب أنه لا يشترط، الصواب أنه لا يشترط. وما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر من شوال حينما قضى الاعتكاف، وهذا في غير صوم، هذا في غير صوم. وما يدل عليه أيضا أن عمر رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني نذرت أن أعتكف في الجاهلية، فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تصوم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ليلة القدر من المنام السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه يوم قد تواقت بالسبع الأواخر فمن كان متعديها فليتحرها بالسبع الأواخر. متفق عليه. وعن معاوية بن سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27. رواه الأول والراجح وقفه فاختلف نعم. هذان الحديثان يدلان على ليلة عظيمة من الليالي التي جعل فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها وقدرها، وبيّن الله جل وعلا في كتابه وأنها خير من ألف شهر، أي خير من 83 سنة وأربعة أشهر. هذا فضل عظيم، ولذا ينبغي الإنسان أن يدعو دوما وأبدا أن
يبلغه الله عز وجل رمضان، وأن يجعله من يصوم ويقوم إيمانا واحتسابا، وأن يبلغه ليلة القدر ويجعله ممن يقوم إيمانا واحتسابا، لأنه إذا ظفر بهذه الليلة ظفر بشيء عظيم، اختصر عليه أعمار كثيرة للغاية. تأمل، يأتيك رجل عمره فوق 80 بعباداته وصيامه وصلاته ودعائه وصدقاته وذكره وإلى غير ذلك، ثم هذه الليلة التي ربما لا تتجاوز 7 ساعات تعدل ما فعله هذا الرجل، أي خير هذا؟ هذا خير عظيم. وإذا ينبغي الإنسان أن يلح على الله عز وجل في أن يدرك هذه الليلة وأن يكون ممن يقومها إيمانا واحتسابا. وهذه الليلة أرجى ما تكون في العشر الأواخر. طبعا ابن حجر في فتح الباري ذكر قرابة 40 قولا، وأكثر هذه 40 لا تثبت، وهو بين أنها لا تثبت، منها أن ليلة القدر نسخت ورفعت، ومنها أنها يوم في السنة لا يلزم أن تكون في رمضان فضل على أن تكون في العشر الأواخر وإلى غير ذلك. وصح الأقوال أن ليلة العشر في العشر الأواخر من رمضان وهي في أوتارها أرجى، وهي في ليلة 27 أرجى، ولا يعني أنها لا تكون إلا في 27، لا، فقد جاءت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ليلة 23، وجاءت في ليلة 21، هذا يدل على أنها تتنقل، ولكنها في الأوتار أفضل. على أن بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا تفرق بين الأوتار والأزواج، يقول ربما تكون هذه الأزواج هي أوتار، لاحظ معي هذا المعنى، لأنه جاء في حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر في 3 تبقى، في 5 تبقى، في 7 تبقى. إذا نظرنا إلى الأوتار بناء على ما تبقى هنا قد تكون في الأزواج، يعني مثلا أضرب لكم مثال، دعونا نضرب مثلا أن شهر رمضان 29 يوم، طيب إذا قلنا أنها في 3 تبقى تكون ليلة متى؟ إذا قلنا نعم تكون في ليلة 26، تكون في ليلة 26، ليلة 26 هذه ليلة، ليلة 27 هذه ليلة، ليلة 28 هذه ليلة، لا ليلة 27 تبقى، 27 28 29. طيب إذا كان الشهر كاملا تكون ليلة 28، واضح؟ فهذا مبني على كمال الشهر أو نقصانه. هو جاء في لفظ في 7 تبقى، في 5 تبقى، في 3 تبقى، فأنت ما تدري متى تبقى، هل تبقى بناء على شهر 29 فتكون أعداد زوجية، أو بناء على شهر 30 فتكون أعداد فردية، أو العكس. فهل تحسب الليالي بناء على ما تبقى أو بناء على ما مضى؟ المشهور عند الناس أنه بناء على ما مضى، وهو الصواب إن شاء الله. ولكن هذا المعنى اللطيف الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية يحمل النفس على أن لا تتراخى وتتهاون في ليالي الأزواج أيضا، واضح؟ ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بما دلت عليه الرؤية، قال أرى رؤياكم قد تواطأت، أي توافقت في 7 الأواخر، 7 الأواخر تبدأ من الليلة 23، وهذا فيه أن الإنسان يعمل بما رأى لكنه لا يحكم بما رأى، في فرق. الأحكام الشرعية لا يمكن أن تتعلق بالرؤية أبدا أبدا، ما يمكن أن تتعلق بالرؤية، وهذا باتفاق العلماء. فلا يأتي شخص ويقول مثلا والله أنا رأيت في المنام، أنا سئلت مرة سؤال وقال لي السائل أنني رأيت في المنام، ما لا أذكر الرؤية بالضبط، ولكن قال أنني سألت معبد الرؤى وقال أن عليك واجبا من واجبات الحج أنقصتيه فعليك دم. لا يمكن أن تتعلق الأحكام بالرؤى أبدا. فقلت لها ليس عليك دم، والرؤية لا تتعلق، لا يتعلق بها حكم.
لكن لا مانع أن يتعلق بها عمل الإنسان يعني يستبشر بالرؤية، وقد تكون له نذارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لم يبقى من الوحي إلا المبشرات، لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قال وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤية يراها المؤمن أو ترى له. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن ليلة 27 هي أرجى ليالي القدر، ولذا كان بعض الصحابة ومنهم أبي بن كعب يحلف وقال والله إني لا أعلم أي ليلة هي، هي ليلة، هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. ولكن يقال هذه أرجاها، هذه الليلة أرجاها. ومن أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال أن بعض عباد الله في ليالي القدر يعني قد تكشف له هذه الليلة، قد تكشف له هذه الليلة ما يحس به من طمأنينة وروحانية وأنوار تكشف له ونحو ذلك، وهذه علامات ربما تكون حسية يحس بها الإنسان. لكن العلامات التي أخبرها عنها النبي صلى الله عليه وسلم الذي هي علامات ليلة القدر أن تكون ليلة مطيرة، وأن تكون ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، وأن لا يرمى فيها بنجم، وأن تكون الشمس صبيحتها لا شعاع لها. هذه أعظم أو أبرز العلامات الصحيحة الواردة في النصوص لليلة القدر. نعم. عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله رأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه خمسة غير الدوري وصححه الترمذي والحاكم. هذا الحديث استدل به أهل العلم على أنه يستحب في ليلة القدر أو دليل على فضل الدعاء في ليلة القدر، وأنه يكثر الإنسان من الدعاء. لأن عائشة رضي الله عنها ما سألت إلا لأنه ماذا؟ مفهوم عندهم أنه يدعو. فقالت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها، ما أدعو فيها؟ فكأنه أمر معلوم عندهم أنهم يجتهدون في الدعاء، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدعاء. من فوائد الحديث، الحديث دليل على أن الدعاء في ليلة القدر كان أو نقول أن الدعاء بهذا الدعاء في ليلة القدر من أنفع الأدعية، وأن الإنسان ينكسر لله عز وجل ويتذلل ويفتقر لله جل وعلا طالبا عفوه ومغفرته، لأنه إذا عفى الله عز وجل عنك قد خرجت من هذه الذنوب وهذه الشوائب التي ألمت بقلبك إلى الطمأنينة، طمأنينة الإيمان والراحة، وكان الإنسان أقرب من الله جل وعلا، فهي تغسل القلب وتقرب العبد من ربه جل وعلا، ويكون تكون أذكاره وأدعيته وعباداته بقلب حي خاشع، لأنه لا أثقل على هذا القلب من الذنوب والمعاصي والانشغال بالدنيا الذي جعلنا لا نحس بلذة العبادة. ولذا كثير من الناس، وهذه شكوى نشتكيها جميعا، يشتكي من قسوة القلب، وأنه يدعو أصبح حتى الدعاء الذي هو عبادة التضرع يدعو بلحظة القلب، مع الأسف قلب غافل. له أنت الآن مقبل تطلب شيء، رافع يديك تطلب الله عز وجل، تصور وأنت تطلب الله عز وجل وأنت تفكر يمين وشمال، هذه مصيبة. يعني قد يغفر الإنسان بصلاة، قد يغفر الإنسان بأمر آخر جيد، لكن أنت الآن جئت وبلسان الذي يطلب الله عز وجل، يتضرع لله عز وجل، يريد حاجات ويطلب يغفل كثيرا، تجد أنه فقط اللسان يتحرك وانتهى من كل شيء ومش. هذا يدلك على ما ألم بالقلب من القسوة ومن الغفلة ومن الذنوب والمعاصي. والله لو أقبل الإنسان على الله جل وعلا وعفى عنه جل وعلا العفو
لصار قلبه منفتح للطاعات وحاضر في كثير من ميادين الطاعة، وعبد الله عز وجل، صلى بقلبه وصام بقلبه وذكر الله بقلبه وقرأ القرآن بقلبه. أنت راجع عباداتك اليوم تجد أن ثلاثة أرباع العبادات وأكثرها كلها عملية فقط في الجوارح، القلب لا وجود له إلا قليلا، يمر أحيانا في الصلاة، وإلا الأصل أن يكون متواجد هو الصلاة الآخرة أو في أغلبها من صح التعبير. هذا كله لأن القلوب قد التم عليها من الران والغفلة ما أصبحت منصرفة فيها عن كثير من الطاعات، وإذا تعبدت هذه القلوب أصبحت أيضا غافلة. ولذا دائما سبحان الله تجد الإنسان حينما يوفق لتوبة صادقة بعد هذه التوبة يجد من الانشراح في نفسي وفي صدري ومن حب الطاعة شيئا عظيما. وربما يعني يقف مع نفسه بعد هذه اليقظة من هذه الغفلة ويقول يعني من زمان أنا ما شعرت بهذه الروحانية وهذا الأمر. أنا أقول أيها الإخوة، ولعلي أجد هذا مدخل لأن أتكلم عن هذا الأمر لأن بقي حديث واحد، أقول هذا الشهر الذي سندخل فيه هو من أعظم الأوقات والفرص في أن نعيد حساباتنا وقلوبنا. والله يا إخوان اليوم أصبح الإنسان بدون الجوال يحس فيه وحشة كأنه وحيد، كأنه في سجن، مع أنه يستطيع أن يذهب لفلان فلان فلان وعنده في البيت من عنده، لكنه يحس أنه في وحشة. لو أقفل جواله ساعة واحدة أحس أنه في وحشة. لماذا؟ أصبحت حياتنا كلها في الجوال، كلها في هذا التواصل وهذا الأمور، بينما التحنث والتعبد والبعد كان هذا سجية موجودة عند السلف وقبل ذلك الصحابة مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه كان يترك الناس ويذهب إلى الغار، تقول عائشة يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد. اليوم مع الأسف ما عندنا ضابط حتى في التعامل مع الناس، يعني أقصد في كثرة المعاشرة مع الناس ما عندنا ضابط، أصبح أنسنا كله في مثل هذه المواقع، مواقع التواصل، وأصبح الإنسان تفوته كثير من الخيرات والطاعات والفضائل العظيمة مع ذلك لا يهم، كأنه يقول هذا لا يهمه، ولا يقول بلسان المقال لكن هذا هو لسان حاله تماما. لماذا أصبحت قلوبنا لا تأنس إلا من مثل التواصل مع الناس سواء في الجوالات أو في المجالس وغيرها؟ لأننا افتقدنا كثيرا من اللذة، وأصبح الإنسان لو جلس يصلي لوحده أو يقرأ قرآن لوحده أو يدعو الله عز وجل يحس أنه مربوط ويريد أن ينتهي من هذه العبادة بسرعة. وصلنا لهذه الحال تماما. نحن مقبلون على شهر عظيم، هذا الشهر الله عز وجل جعل فيه نوائل عظيمة، هذه النوائل سنلتقي بإذن الله تعالى في الجنة وسنعلم في ذلك الوقت ما هي تلك الليالي التي رفعتنا عند الله عز وجل. حينما يقال لك أن في تلك الليلة من ليالي رمضان كنت أنت أحد العتقاء من النار، حينما يقال لك أنت وفقت لليلة القدر وهذه الليلة قد رفعتك منازل عند الله جل وعلا، حينما يقال لك أنت إنسان في تلك الليلة مما أعزك ورفعك أنك تركت التواصل مع جميع الناس وأغلقت جوالك وبدأت تكثر من التضرع لله جل وعلا والسجود، وما أنسجت لله سجدة
إلا رفعك الله بها درجة، وسجد ثانية وثالثة ورابعة، وصارت هذه السجدات هي التي ترفعك، والمنزلة الواحدة كما بين السماء والأرض. هذه منازل الجنة. في ذلك الوقت حينما نتذكر مثل هذه الأمثلة نعلم تمام العلم مقدار الخسران والخسارة التي فرطنا فيها في كثير من الليالي. أنت لم تسمى مؤمنا إلا ليرى الله عز وجل. كيف تجتهد وأنت ما رأيت حتى الآن هذا الثواب؟ يريد الله عز وجل، أعطاك الله عز وجل نصوص تدل على هذا الثواب، وأعطاك فضائل عظيمة تدل على هذا الثواب، ثم لم يريك هذا، قال سأريك إذا دخلت الجنة. لماذا؟ حتى يتحقق الإيمان عندك، ولا يكون دافع لك إلا ماذا؟ إلا وعد الله عز وجل الآتي. لكن والله إن الإنسان لا يتحسر أشد الحسرة حينما يعلم فيما بعد أنه إنما فاته خيور عظيمة وكثيرة وفضائل بسبب أنه أمضى هذه الليالي هكذا. الكريم سبحانه وتعالى، أنت لو أدت أسماء الله عز وجل الحسنى لوجدت أسماء الفضل والكرم والعطاء والرحمة أكثر من أسماء الانتقام والعقاب والعذاب والحرمان. الكريم سبحانه يقول لك ويخبرك أن له كل ليلة عتقاء من النار كثير، كل ليلة. ثم تجد الإنسان يمضي هذه الليالي فأقول أيها الإخوة وأيتها الأخوات، نحن بحاجة اليوم إلى أن نستغل هذه الليالي، ما بقي عليها إلا ساعات يسيرة جدا. اجعل هذا الشهر وتعامل معه كأنه آخر شهر لك. ربما أنت لو أعطيت نفسك نسبة من النجاح للرمضانات الماضية، ربما كلنا يعطي نفسه نسبة دون 90، ومن من يجتهد في أوله وأوسطه يكون قد ضيع كثيرا. أقول لماذا لا تجتهد في هذا الشهر القادم وتجعله أفضل رمضان لك في عمرك؟ الأمر يحتاج إلى مجاهدة، نعم. الأمر يحتاج إلى مصابرة، نعم. لا أقول لك أن هذا الأمر يسير على المتحدث وعلى السامع، لكن بإذن الله تعالى صدقت النوايا وتضرع الإنسان لربه وأقبل فإنه ماذا؟ سينال. ثم قلت لكم أن من أسماء شهر رمضان الذي سماها النبي صلى الله عليه وسلم شهر الصبر. دائما تذكر هذا، إذا حدثتك نفسك فإن تمسك عن كثير من الطاعات أو تفطر في نصف رمضان وغيره، تذكر أنه هذا اسمه شهر الصبر. اصبر، كان شخص يقول لك اصبر اصبر وصلت اصبر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه خير وصلاح، وأن يجعلنا من يجتهد في هذا الشهر. عائشة رضي الله عنها أرشدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا يبين أن من أسمائه سبحانه وتعالى العفو، ومن صفاته العفو أيضا. وأيضا مما يدل عليه هذا الحديث أن الإنسان يدعو الله عز وجل بأسماء الحسنى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها قولي اللهم إنك أنت الغفور فاعف عني، وإنما جعلها تدعو باسم العفو طلبا للعفو، تدعو باسم الرحيم طلبا للرحمة، تدعو باسمه الواسع طلبا لسعة الرزق سعة العلم وإلى غير ذلك، تدعو باسمه البر طلبا لهذا البر الكثير العميم. أسماء الله الحسنى يحتاج الإنسان إلى أن يقرأها وأن يهتم بها. ولو جعلتها من هذا الشهر، وهذا من هدف من الأهداف، لو جعلت في هذا الشهر 10 أسماء أو 15 اسما لم تكن تدعو بها من قبل تقرأ عنها وتطبقها في دعائك، هذا من أعظم الأهداف.
لأنك أنت إذا بدأت تدعو بها في رمضان دائما فإنك بعد رمضان ستدعو بها، فتكون قد خرجت من رمضان ومن الأهداف التي حصلتها أن هناك 20 اسم من أسماء الله الحسنى دعوت بها كثيرا وعرفت معانيها وكيف أطلب الله عز وجل بها. اسم الله الواسع البر المقيت، هذه أين من أدعيتنا؟ ليست موجودة. والله عز وجل يقول لله الأسماء الحسنى ادعوه بها. نعم. قال ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكفر الرحال الا الى ثلاثه مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الاقصى. متفق عليه. هذا الحديث ختم به المؤلف هذا الكتاب كتاب الصيام، وهو دليل على تحريم السفر وقصد أي بقعة من البقاع تعبدا إلا هذه البقاع الثلاث. قد يقول شخص: أنا أقصد مثلا بقعة في الرياض زيارة، ونقول: أنت ما قصدت البقعة تعبدا، وإنما لأجل أناس، هؤلاء الأناس لو ذهبوا إلى مكان آخر لذهبت لتغيرت البقعة عندك، البقعة غير مقصودة هنا. طيب، فهذا الحديث دليل على أنه لا تقصد بقعة من البقاع تعبدا إلا هذه الثلاث مساجد. وعليه لو أن الإنسان قصد بقعة الفلانية لأن فيها قبر، نقول: لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد. لكن أن يكون شد الرحال ليس لأجل البقعة وإنما لوصف تلبس بهذه البقعة فلا حرج. قد يذهب الإنسان لمنطقة ما لزيارة أخوية أو لحضور درس أو نحو ذلك من العبادات ليس لأجل البقعة وإنما لأجل ما تلبست به هذه البقعة من وجود عبادة من العبادات. وإلى هنا نأتي إلى نهاية كتاب الصلاة وشرح الصيام وشرح أحاديثه وما يتعلق بالاعتكاف وقيام ليل رمضان. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يدرك شهر رمضان وممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر خير أيامنا وما بعده خير وخير. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقدر لهذا الشهر قدره وممن يرفع به منازل عالية. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات ولترك المنكرات. أسأله سبحانه وتعالى أن يتولى قلوبنا وأن يجعلها له منقادة، له خاضعة وخاشعة ومتذللة ومفتقرة. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالافتقار إليه وبالتذلل له والتضرع له، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا في سؤال ما في حرج. يقول: هل العتق من النار في كل ليلة من رمضان هو خاص بالأحياء؟ لا، إذا دعوت للأموات قد يكون له ذلك، وما زال الناس يصلون ويدعون: اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا ووالد والدينا من النار. كيف نحكم على أنفسنا؟ ما حكمنا. يقول: لو قال الإنسان ودعا وقال: اللهم أعتقني من النار، كيف أحكم نفسي على النار؟ لا، ما حكم على نفسه. لكن هل هو مظنة وقوع في النار ولا لا؟ طيب، أنت الآن لو قيل لك أنت مظنة أن تخرج من هذا المسجد وربما يأتي من يسجنك، وأنا هناك من يسجن، تدعوه ولا ما تدعوه؟ طيب، هذا ما ظن، ما حد قال لك انك 100% ستسجد. طيب، الانسان يدعو الله عز وجل ان يكفيه المخاوف المستقبله سواء كانت دنيويه او اخرويه، لا حرج في ذلك، بل انه يعني اشتملت كثير من النصوص على الدعاء في ان يجار من النار، والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك: اتقوا النار ولو بشق تمره. كل هذه الاحاديث تدل على ماذا؟ هذا الإنسان مظنة لهذا الأمر. نعم.
يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة أن يدع طعامه وشرابه. هل هذا معناه أنه من قال زورا كان يغتاب أو غير ذلك، هل هو معناه أنه قد بطل الصيام؟ قال به بعض أهل العلم، لكنه قول مرجوح كما قلت لكم قبل قليل. ابن حازم يرى أن من اغتاب فقد بطل الصيام، لكن الصحيح أن هذا فيه الزجر الوعيد على أن الإنسان كيف يتلبس بلباس التقوى. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم هو يصدر فعل الزور وقول الزور، هذا يخالف التقوى المنشودة من هذا الصيام. ولذا الصحيح أن مثل هذه الأمور تنقص الأجر. نعم. هذا يأتي يقول: لو أنني قلت نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه، هل هذا صحيح؟ كان أعتكف مثلا جلسة ما بين المغرب والعشاء. هذا يقودنا إلى مسألة: ما هو أقل الاعتكاف؟ هل هو ليلة أو يوم، أو لا بد من العشر الأواخر كلها، أو أقل من يوم وليلة؟ هذه كلها أقوال قال بها أهل العلم. شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول: لا اعتكاف أقل من العشر الأواخر. قل ما أراد أن يعتكف لابد العشر كلها. ومن أهل العلم من قال أن أقل له يوم أو ليلة، ويدل عليه أن عمر الخطاب قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف في هذا المسجد، المسجد الحرام، في هذا المسجد ليلة، جاء في لفظ يوم. هذا أقل ما ورد، أقل ما ورد في النصوص اعتكاف يوم أو ليلة. الليلة تبدأ من غروب الشمس، يعني من أذان المغرب إلى أذان الفجر، أو من أذان الفجر إلى أذان المغرب، هذا أقل ما ورد في النصوص. من اعتكف أقل من ذلك لا نستطيع أن نقول له أنت ليس لك اعتكاف ونحو ذلك، لكن نقول هذا هو الأقرب للنصوص، أن تعتكف يوم أو ليلة. طيب، ثم نأتي إلى مسألتك وهي قضية أنه يقول: أنا أنوي كلما جئت هنا أنني معتكف. لا، النية لابد أن تكون مقرونة بالعمل، لأن الإنسان كثيرا ما يعني يقول الإنسان مثلا: أنا أدرس في مثلا بالشريعة، وأنا نويت أن هذا طلب علم، كل ما ذهبت أنا في طلب العلم تجد أنه أحيانا تتغير هذه النية، ربما يطلب بذهاب الدنيا من درجات ونحو ذلك وأمور أخرى. أنا أقول النية تتقلب، لا يصلح أن تقول هذا مطلقا يعني. أي حديث؟ يقول: ما علاقة حديث أبي سعيد الخدري بباب الاعتكاف لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟ علاقته طبعا عندنا أمران. الأمر الأول: قد يكون إيراد هذا الحديث ليس لأجل علاقته بباب الاعتكاف، بقدر ما هو أنه حكم يتعلق في التعبد في هذه المساجد. لكن الأمر الثاني الذي هو علاقته بهذه المساجد، أن هناك من يقصد هذه المساجد من أجل أن يقوم فيها ليله ويعتكف وإلى غير ذلك، وهناك من يجتهد فيذهب إلى مساجد أخرى طيب قصدا لهذه المساجد. كان يقول مثلا: والله المسجد فلان فيه قبر النبي الله زكريا، أريد أن أعتكف فيه، طيب أريد أن أتعبد فيه، جيد. أو يقول مثلا: هذا مسجد أموي عتيق وقديم وأنا أريد أن أذهب إليه وأعتكف به. أقول: لا تشد لهذه البقعة، لأنه لا يشد إلا إلى هذه الثلاث مساجد. نأخذ آخر سؤال. نعم. يقول: هل يجوز أن يواصل الإنسان الصيام إلى السحر؟ نعم يجوز، من ناحية الجواز يجوز، لكن هل هو سنة؟ لا، السنة أن يؤجل بفضل. السلام صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. نعم. لا، يواصل بلا شيء. الألباني حصلت له قصة نحو هذا، 10 أيام
ما كان لا أكو شيء. الله ترى ناس الجلندي